ثالث زيارات للرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز خلال الأسبوع الحالي ضمن الزيارات التي يؤديها لمختلف مقاطعات العاصمة نواكشوط كانت لمقاطعة تيرت. مدرسة السعادة الابتدائية كانت أولى محطات زيارات الرئيس، حيث تجول في مختلف الأقسام الدراسية وعاين طرق تدريس والتحديات التي تواجه المدرسة التي يعود تاريخ إنشائها إلى سنة 1986. ثاني محطات زيارات الرئيس كانت الإعدادية رقم 1 بتيارت، حيث تجول في مختلف الأقسام اطلع على المناهج الدراسية المعتمدة. وكانت ثالث محطات زيارة المركز الصحي القديم بمقاطعة تيارت الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1980، ويبلغ الطاقم البشري فيه زهاء 70 بين أطباء وقابلات وعمال دعم وممرضين. وقد التقى الرئيس بمواطن يقول انه تعرض للضرب المبرح من قبل عناصر من الشرطة اثناء معاينته للمركز الصحي لاجراء بعض الفحوصات الطبية تزامنا مع زيارة الرئيس. شوف راح يترك السعودي هنا بعد انه مات، هو مريض زي عاد يرفع الدم كل من واحد وانا شوف راحي. وجيت الكوميسار المرأة، قالت لي عنو انا مزاين هون ذا البط، قلت لهم علي حقي دون قبول يا سيد الرئيس. وراحي شوف راحي شوف 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 هو زي نفس الباس شوف مراته شوف شوف دراته شوف شوف دراته. وكانت رابع محطات زيارات الرئيس مركز الحالة المدنية بالمقاطعة، وهنا اطلع على طبيعة الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين. ويقول بعض القائمين على هذا المركز إنهم يستقبلون يوميا ما يناهز 100 حالة من طالب الحصول على بطاقات تعريف وجوازات سفر، وإن المركز يقوم بدور كبير في هذا المجال. وختم الرئيس زيارته التفقدية لولاية نواكشوط الشمالية بعقد اجتماع بمقر المقاطعة ضم بعض الوزراء والفاعلين السياسيين والاجتماعيين. أحمد البابية، قناة المرابطون، نواكشوط.